سالم يقول: ما حكم إنارة المقبرة عند الحاجة لدفن الأموات؟ والمقصود بالإنارة إنارة شوارعها من قبل البلديات أو وضع أنفاس الكهرباء عند الدفن. لا يجوز إنارة المقابر، ما يجوز إنارة المقابر لا من خارج ولا من داخل، يعني يجعل عليها كشافات من خارج ما يجوز هذا، يعني هذا من إسراج المقابر. ولكن إذا احتاجوا إلى الدفن بالليل يكون معهم سراج أو مصباح أو كشاف مؤقت. نعم.